السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 مواقع لتعلم اللغة الإنجليزية من خلال القصص. أول موقع معانا اسمه إنجليش كلاب، هتلاقي فيه قصص كتيرة قصيرة، وفي حاجات فن مع الألفابيت، في حاجات تعليم للأرقام، في حاجات تعليم للألوان للأشكال. فموقع كويس جدا. أنا بالنسبة لي النهاردة بنتكلم على القصص الصغيرة اللي ممكن الأطفال تتعلم منها. تاني موقع معانا اللي هو الموقع دوت، فيه شوية قصص حلوة، أي قصة فيهم أنت عايزها ممكن تقول له جوت ستوري، يبدأ يفتح لك القصة. ميزة الموقع ده إن فيه صوت، تمام، فأنت تتعلم النقطة الصح للكلام، وبيختار كلام صغير بسيط مناسب للأطفال. تالت موقع معانا ده موقع فايز بجايزة حلوة للقصص الأطفال، لأن هو حاطط قصص كتيرة جدا من جميع أماكن العالم. يعني ممكن نقول له هنا يبدأ يجيب لنا بقى قصص من مصر، من دول الخليج، مجمع هو شوية قصص كتير جدا. في حاجات طبعا من ألف ليلة وليلة، لمرات التلاتة، تبدأ إن أنت بقى تفتح القصة وتبدأ إن أنت تشوف القصة اللي موجودة. دي من السعودية ومن سوريا اهوت. فأتمنى إن احنا نتعلم منها اللغة الإنجليزية إن شاء الله.